يا الله قديش بحبك. عن حق رويدة، بتعرف اني كنت رح سلم حالي. بعرف بعرف، سميحة حكت لي كل شيء. كل شيء كل شيء؟ ايه. بتعرفي في براقبتي دينة ولازم اوفيها. ولمين هالدينة ابن عمي؟ لعصرية ونبيها. مين هدول عصرية ونبيها؟ عصرية يا ستي هي وحدة بصارة، كانت دائما تبشرني انك رح تكوني الي. بتآمن بالتبصير؟ لا والله، بس والله هيك حكياتها كانوا يفرفحوا لي قلبي. نبيها؟ مين هاي نبيها؟ نبيها هي بنت ناطور المزرعة، كمان الاخر هيك كانت تفرح لي قلبي بحكياتها. وضاح؟ يا عيون وضاح. توعدني؟ بوعدك. ما بدك تعرف بشو؟ بوعدك بكل شيء. بكل شيء بكل شيء؟ ايه. توعدني انك بحياتك ما تفكر بغيري، او لا سمح الله تتجوز علي. اعوذ بالله، شو عم تحكي انتي؟ طبعا بوعدك. حليف. ايه وحيات عيوني. دخيل عيوني. امين امين يا رب. ضايع عليك يا ابني، اختك ما لها ذنب. ولك والله لا اذبحها واشرب من دمها، ولا بدك الناس تحكي علينا شراوي غراوي وتجيب معدلها يا ابي. يا ويلي يا نصيحه، يا ويلي يا ربي دخيلك. لك شو ذنبها المسكينه، شو ذنبها؟ ولك والله يا بذبحها يا بذبحها لشو؟ طول بالك يا ابي. نوري يا نوري، لك نوري ولك نوري نوري. جيت بوقتك يا مختار. هات الشبرية. بس يا معلمي. هات الشبرية. خير؟ شو في؟ وضح. خود نوري وسؤول خيل الله يرضى عليك. تأمر يا بي. دخيلك يا معلمي، خلصنا من هالمصيبة، مصيبة حلت علينا. عمتي؟ يا عيون عمتك. عمي وضح بيجوا على الغداء ولا بيتمسوا؟ والله ما بعرف، بس بكل الأحوال بدنا نطبخ. إيه شو بدنا نطبخ؟ أنتي شو جاي على بالك يا تقبريني؟ شو رأيك أطبخ لكم لبن بيقطين مع برغول؟ إيه والله عمك بيموت عليها هالأكلة. كلهم بخير يا مو. اهلين تقبريني، تفضلي تفضلي. يلا اهلين يا مو حخانه. اهلين يا احلى عروس، والله اشتقت لك. لك اشوها، لك الله يهنيه ويبارك له. مين وصلك يا مو؟ عمي ابو خيره يا مو. وان شاء الله بيت حماكي مبسوطين منك كثير، وخصوصي عمي ابو خيره. لك انت تعي تعي احكي لي تعي. يلا. شغلت شهرين ثلاثة بعدين بيطلقها بحجة انه ما اتفقوا، وهيك بنكون سترنا على البنت وخلصناها من القتل. الله يستر حرماتك يا حبيبي، الله يستر حرماتك. خلص اهدى بنوري، روح شوف شيخ يكتب الكتاب واذبح لك ذبيحتين ثلاثة، بنساوي عرس من قريبه صبرة بصبر كل الناس. تؤمر تؤمر معلم تؤمر. وبعت لي نوري. حاضر معلم حاضر. شلونك انتك اختي ام لطفي؟ منيحه اختي منيحه، بتدعي بسلامتك. غريب امرها المخلوقه، لا بتحب تفوت ولا بتحب تطلع وما بتحب تخالط حدا. شو بدي اعملها لك اختي، هذا هيك طبعها، شو ساوي لها؟ الله يهديها. وشلونها ام تحسين ديبه؟ خليها لالله. والله ام تحسين تعبانه، صايره عم بتخرف. قال كاني بدها تشوف ابو ادهم وبدها تحكي معه، الله يرحمه. الله يرحمه. هي قبل ما يموت قال بدها تقول له انه تحسين مانو ابن عمه، وقال ابوه لتحسين مسافر على امالكا. يو في وحده بتحكي على ابنها هيك؟ ايه مرتخي ايه، اذا ابنها مغضوب الام بتكرهه يا لطيف. بس يا جماعه لهلا ام تحسين ما بتعرف انه ابنها مات. الله يعينها ويحسن ختامنا ولا يقطع حدا يا رب. امين. بس الحمد لله صايره عم بتصلي كل وقت بوقته، وما بيطلع من تمها غير الكلمه الحلوه. ايه سبحان اللي بيغير وما بيتغير. Thank you.
هيك. تفضلي تفضلي. تفضل؟ على شو بدي اتفضل؟ على عرس كنتي يلي خاطبها ابني قاري فاتحتها؟ لك اختي طولي بالك شوي علي. شو؟ استنيتوا ابني نايف لراح على اخذ عسكر وجوزتوها لابن الشامي؟ طول عمركم ناقصيني على بالشومة عليكم، طب معكم الشامي بشوية مصاري، تفح عليكم. لك اختي طولي بالك شوي علي. ما بكون ام نايف اذا ما بخليكم تندموا. تخيلك يا اختي وين رايحة؟ طولي بالك شوي. ضح اجا. معلش يا تقبرني استنى شوي. يلا تقبرني فوت. مين هاي؟ هاي نبيها. مين نبيها؟ نبيها مرتي على سنة الله ورسوله. شو ذنب؟ لساتها عروس، ليش تتجوزها إذا بدك تتجوز عليها؟ ليش؟ يا ترى أنا غلطت بجوازة وضاح ولا ساويت اللي كان لازم يتساوى؟ والله ما كان قدامي غير الحل. سامحني يا ابني سامحني. ديبو مور مختار. الله يلطى عليك، انا رايح على الجامعة، دير بالك على المضافة. دمر مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش هيك ساويت؟ اسمي ونصيب أختي كله أمر الله. لا إله إلا الله. بس يعني وضح. نعم يا بي. الله ينعم عليك. ليش مو مشالي الأضوية كلها؟ أمك وين؟ يا بي راحوا هن ورويدة على بيت خالي. نبيها وينها؟ فاتت على اوضتها. يعلى قامة قلبي عليك يا رويدة. مين قال انه وضح بيعمل فيها هيك؟ ماني مصدق انه وضح يعمل هيك، ماني مصدق. لا صدقي يا موضح صدقي. ليكو سواها وخلص. يعلى قامتي عليها، لساتها عروس وما تهنت. وين راح اخي هلا؟ راح لعند ابو وضح، راح يفهم منه شو القصة. سواد وشي منه ما لي عين اطلع فيه. انتي هلا صرتي حرمتي، ومن
هون ورايح بتصيري بتقولي لي ابن عمي هي قدام الناس، بس بيني وبينك بتقولي لي اخي. انت بتعرفي قديش انا ورويدا خانو بنحب بعض؟ بعرف. انا كتبت كتابك مشان استر عليكي واحميكي من اخوكي لحتى ما يذبحك. يا ريتو ذبحني وريحني، ولا شفت لرويدا خانم بهي الحال اليوم، شو ذنبها؟ وانت كمان مالك ذنب لحتى يذبحك. كتر خيرك، والله الموت اهون علي ولا شوف لرويدا خانم هيك. قومي يا مستوره، قومي قومي نامي. حاجة بقى بدي احكي معك، كرمال الله لا تطلع فيني هيك. والله انا مو هيك، يشهد علي ربي ما في حدا بقلبي غيرك، بس هيك الله راد. ما انك مصدقتيني، ما بشو بدي احلف لك حتى تصدقيني؟ والله أنا بحبك. يلا أهلين معلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين رويدة خانم؟ فوق رويدة خانم بأوضتها. معلمي، في وحدة بتقول لجوزها معلمي مشان هيك تجوزها. ايه كان يقول كنت بقول له معلمي وسيدي وتاج راسي. انت فرعان وضع خشاب؟ اي نعم. انت مطلوب اخذ عسكر، متخلف عسكرية كمان بشرف معي. شو متخلف ما بتخلف؟ انا مبروح عسكرية لك عمي، انا وحيد. انت بكذب كمان؟ هاتوا لك. لا حدا يمد ايده، اكيد في غلط يا شباب. انا مبروح عسكرية، لو بروح عسكرية دفعت بدل. امشي لك بشرف معي. طب طول بالك لغير تيابي. بشرف معي. ولي انا عمتي اخذوك، ولي انا عمتي اخذوك. شو هذا معلم وضاح؟ فكر روحي من وجهي، روحي من وجهي من يوم ما شفناكي شفنا غير المصايب. ولي انا عمتي اخذوا، اخذوا الله ياخذون. وينك يا عمي ابو الضاح؟ وينك يا عمتي؟ معلش نام عندك اليوم؟ ما بدي حدا ينام عندي. رويدة خانم أنا بخاف بالليل. شو بدك تخافي؟ أخي رشدي نايم بالمضافة. لا تخافي. الله يخليكي، خليني نام عندك. والله